يعيش مغاربة سويسرا والأجانب المقيمين والمولودين في سويسرا ممن لا يتوفرون على الجنسية السويسرية حالة من الخوف والترقب مع اقتراب 28 من الشهر الجاري، والذي سيعرف تصويت الناخبين السويسريين على المبادرة التي تقدم بها حزب الشعب اليميني والرامية إلى ترحيل الأجانب الذين أدينوا بارتكاب جرائم محددة. فما هي أهداف هذه المبادرة؟ وما مدى تأثيرها على الأجانب المقيمين بسويسرا؟ وكيف كان رد فعل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي تجاه هذه المبادرة؟ أسئلة وأخرى سنجيب عنها في سياق الروبورتاج التالي. يتوجه الناخبون في سويسرا يوم 28 من شهر فبراير الجاري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بشأن المبادرة التي تقدم بها حزب الشعب اليميني السويسري والرامية إلى إنفاذ ترحيل المجرمين الأجانب الذين أدينوا بارتكاب جرائم خطرة كالقتل والاغتصاب والسرقة والاحتيال من أجل الحصول على المساعدات الاجتماعية. يعني أنا بقول أنه أي شخص ارتكب أي جرم بهالبلد من حق الدولة أنه تسفره، لأنه أشخاص كتير مثل حكايتنا أنه قعدوا حفظوا أمن هيدا البلد، جينا لهون كلياتنا بحاجة أنه هربنا من حروب من ظلم. طالما نحن هربنا من الحروب والظلم مش لازم نسويها ببلد غير بلدنا. بقى مشان هيك نحن مع هيدا القرار، إذا كان في اغتصاب، سرقة، قتل، عنف. وتعود تفاصيل هذه المبادرة إلى سنة 2010 عندما طرح حزب الشعب مبادرته الأولى التي حصلت على تأييد الناخبين السويسريين ب 52%، غير أن التنفيذ الفعلي لمبادرته سرعان ما أججت نزاعا بين مختلف الأطراف، حيث قام البرلمان بصياغة بعض الفقرات والحالات الخاصة، كما يرى أن تكون للقضاة القدرة على اعتماد استثناءات في حالات قد يتسبب فيها ترحيل أي أجنبي بتعريضه لوضع خطير جدا. أنا بأيد هذا القرار، لأنه هم مثل ما وفرونا الأمان نحن كوننا أنه قد عايشين في هذا البلد، فهم كمان من حقهم أن يحافظوا على بلدهم من العنف أو القتل أو السلب أو هذه الأمور. وبعد مرور أقل من عامين وبحجة أن الأمور لا تسير بالسرعة الكافية، قرر حزب الشعب مرة ثانية إطلاق مبادرته الثانية داعية إلى تنفيذ ما ورد في المبادرة الأولى، غير أن النص الجديد يذهب بعيدا عن سابقه إذ يفرض الطرد التلقائي لبعض الجرائم الأخرى كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتزوير الأوراق المالية، إضافة إلى مرتكبي بعض المخالفات البسيطة. أنا مع القرار 100%. بحب أعيش ببلد يكون ما في أي مشاكل وما في أي ناس يعملون هيدي المشاكل. بحب أولادي يعيشون ببلد أمين، فأنا مع القرار 100% وبأيد القرار وبعمل أي شيء لصالح القرار. وأطلقت مجموعة من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والحقوقية نداءات وتظاهرات ضد مبادرة ترحيل الأجانب اللا إنسانية، معتبرين هذا الاقتراح همجي وينتهك سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان ومبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، باعتبار أن المبادرة تطالب بالترحيل التلقائي لكل أجنبي يرتكب جرائم محددة بغض النظر عن خطورة الفعل وعن طبيعة العقوبة القانونية وعن التبعات الاجتماعية والإنسانية المرافقة للحالة. كما يرى منتقد هذه المبادرة أنها تتعارض مع مقتضيات القانون الدولي ومع الاتفاقية الثنائية الموقعة بين بيرن وبروكسل بشأن حرية تنقل الأشخاص. أنا ضد هذه المبادرة، يعني كنلقاها ضد حقوق الإنسان وضد أي حق زعما في هذه البلاد. إحنا ساكنين هنايا عندنا حقوق، لازم يكون عندنا مثلنا بحال الرجل أو المرأة السويسرية، فإلى قام شي واحد بشي جريمة أو غيرها يطبق عليه القانون كما كسجن أو عقوبة مالية أو غيرها. ولكن هذه القضية ديال الترحيل كتجعل في قلوب الانسان واحد شويه ديال انعدام الامن، ما كيبقاش عنده واحد الامن، راه خدام وفي يوم من الايام يقولها حتى ولو ظلمت شي يوم من الايام يرحلوني. بصراحه انا ضد هذه المبادره،
منعا باتا صفابا ومخيمة، لأن قاع بصراحة الأجانب ما مزياناش، لكن لازم على الأجانب خصوصا العرب خصوصا المسلمين يخدموا ويقرأوا ويبينوا أنهم كوف، ماشي واحد يبقى ناعس واحد يبقى ميس، واحد يبين توا يعطيه زعما الرصيد أشنو هو أشنو المستوى ديالو في هذه البلاد هذه وشنو العطاء ديالو. وتجدر الإشارة إلى أن السويسريين يشاركون بشكل مباشر في عمليات صياغة وتحديد القرار السياسي، إذ يصوتون 4 مرات في السنة ويدلون برأيهم في المواضيع والقضايا المختلفة المطروحة للتصويت، سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الكانطونات والبلديات.